كافية عن الموضوع، فحنحكي شوي عن الموضوع هذا اللي هو الكفر لتر. بعد هيك إن شاء الله بنحكي عن شوية ريكومنديشن كمان، إنه عشان تتجنب قدر الإمكان إنه يصير في إهمال للسي في تاعتك. وإن أسعفنا الوقت إن شاء الله حنحكي عن إشي اسمه أونت، أونت أونلاين. هذا ممكن يساعدنا في تطوير السي في، خاصة الناس اللي شوية ممكن يتغلبوا بكيف يكتب بعض الكلمات، السكيلز تاعته، النولج تاعته، كيف يصفها بطريقة معينة. أنا حورشي أو حدله على داتا بيز جاهزة مجانية ممكن يستفيد منها. بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش الآن نحكي عن في البداية. أول إشي هو موضوع البيرسونال أند كارير مانجمنت سايكل، هو سايكل كثير كبيرة. زي ما أنتم شايفين في جزء بدك يو هاف تو اندرستاند يور سيلف، تحكي تشوف شو وضعك انت، السترينث، الكرايتيريا، الفاليوز تاعتك. وهذه بصراحه في محاضره قبل اسبوعين تطرقنا لها في الشرقيه، او اكثر من اسبوعين، اللي هو حكينا عن البيرسوناليتي وكيف انت تشوف السترينث والويكنس تاعت نفسك عشان تقدر تطور السترينث او تقدر تحسن اوفركم الويكنس تاعتك. في طبعا ريسيرشنج الماركت، وهذه كمان لها شغلها الخاص. جيننج الاكسبيرينس، سواء الورك اكسبيرينس او الجوب او الفالنتيرنج، هذه جزء من الاكسبيرينس اللي انت بتاخذها. ميكينج تشويسز في سواء كيف تاخذ الديسيجنز او الكارير بلاننج، بورتفوليوز، هاي كمان هذا علم ثاني اخر. الشيء الثالث اللي اليوم بدنا بصراحه نحكي عنه اللي هو الميكينج ابلكيشنز، ومش كل الموضوع ان شاء الله، في جزء ثاني حيكون بعد كتابه السيره الذاتيه. احنا حنحكي عن الجزء اللي خاص بالسي في والكفر لتر، وكيف نقدر نحسن هذه الاليه ان شاء الله. موضوع الابلكيشن فورز والانترفيوز ممكن نتطرق لها في محاضرات اخرى. الان زي ما بيحكوا يعني قبل السي في وقبل ما نحكي عن السي في، في امور لازم نتطرق لها. الامور هذه منها اول شيء احنا لازم نعرف انه ايش الهدف من انا كتابتي للسي في. الهدف من كتابتي للسي في طبعا هي ببساطه انه to get someone to contact you and invite you to have a conversation. ببساطه يعني موضوع بسيط جدا، انت عم تكتب السي في عشان بس هالشركات اللي عم تقدم لها او الريكروترز انك تدفعهم انهم يتكلموا معك. ممتاز، خلينا نتفق على هذه النقطة. الآن دورك الآن أكيد أنت قبل ما تبلش تكتب بالسي في، في دور عليك ودور كبير. الدور إنه يو هاف تو ريسيرش الاندستري، أنت في مجال الآي تي أنت لازم تعمل ريسيرشز وتدور في الآي تي دومين تاعك على الإنترنت، تقرأ، تتثقف، يكون عندك باك جراوند، تشوف البومينج تكنولوجيز، تشوف العالم وين رايح. هذا جزء الشركات ولا الريكروتر بيقدر يعمله عنك، هذا انت فقط اللي بتقدر تعمله. يو هاف تو اندرستاند شو الاورجنايزيشن اللي حواليك، البيبول، العالم اللي شغالين في الموضوع هذا. فايند اوت از ماتش از يو كان بيفور يو رايت يور سي في، لازم تلم معلومات كافيه عن زي ما حكينا عن الاورجنايزيشن اللي هو التارجت، عن نحكي عن مثلا اللي هو الاندستري نفسها حسب اي اندستري انت اللي شغال فيها. بعد هيك انت بعد ما تعمل هذه الريسيرشز انت بتكون فعليا في بوزيشن واضح تو كرييت، خلينا نحكي السي في اللي هي حتكون الماركتنج دوكيومنت تاعك. يعني انت هنا في كتابتك للسي في الماركتنج برودكت تاعك اللي هو نفسك انت. فالسي في هذه لازم تحرص انك المنتج هذا اللي بدك تخرجه يكون في ابهى صوره، في احسن حال، وبنفس الوقت هو اتراكتيف للجميع. هو اتراكتيف للجميع ببساطه عشان الناس الثانيين، الريكروترز او الشركات، يكون عندها القابليه انها تتكلمك وتتحدث معك في هذا الموضوع. اذا اتفقنا ايش لازم الرول تاعتك قبل كتابه السي في. الان انا ايش لازم اعمل عشان يعني فعلا اشتغل احالي واقدر اكون جاهز عشان الامور كل الامور هذه related to myself ان اعكسها بالسي في
وتكون واضحة ويكون في فعلا أنا كتب سي في قوية أقدر أنافس فيها بالسوق. أول شيء what does my future look like، إشي مهم جدا. وهذه لسه يوم الخميس أعطيت محاضرة هنا في الرياض لمجموعة من المهندسين الله يعطيهم العافية لجنة ارتباط الرياض عن how to set your goals وعن التيم وورك. فمهم جدا أنت to set your goal اللي هم الجولز اللي فعلا صحيحة اللي بتعكس طموحاتك وتعكس your future target. هذا مهم جدا، أنت لازم تكون حاطط الجولز تاعتك وعارف شو بدك أصلا من كتابة السي في ومن شغلك في السوق. الإشي الثاني what do I know about myself، بدك تعرف أنت تمسك ورقة وقلم وتبلش تكتب شو الفاليوز تاعتك، إيش السترينجثس اللي بتقدر تعكسها وتكتبها، السكيلز مهمة جدا جدا اللي بتقدر تشتغل عليها، الاتشيفمنتس تاعتك. وحنشوف الاتشيفمنتس من أهم الأشياء اللي أنت you can list في السي في تاعتك. الشيء الثالث what can I do، نيجي هلا بعد السترينجث والويكنسز والاتشيفمنتس تاعتك، النوليدج والاكسبيرينس. هذه مش بس you have to list it ولينك ات تو ايفيدنس، يعني لازم يكون عندك الايفيدنس انك فعلا اشتغلت في الدومين هذا وفي التكنولوجي هاي، بحيث انه لو سئلت في مقابله او لو سئلت في ايميل او في اي بوزيشن انت تكون فعلا قادر انك تجاوب وتكون تبروف الايفيدنس. هذا مهم حتى في مصداقيتك في حال تقديمك لاي جوب. الشيء الاخر اللي هو ار ماي اودينس، انا مين اللي ماي اودينس، انا كشخص على هو ايفر يكتب السي في، الامبلويرز، اليونيفرسيتيز، الجراجويت سكيمز، الاندستريز. انا لازم احدد الاودينس تاعوني، انا لازم احدد مين التارجت تاعي ولمين بدي اتوجه للسي في تاعتي هذه، ولا اي اندستري انا اللي حاب اشتغل فيها. في ناس بيقول لك انا والله بحب اشتغل بالبابليك سيكتور، بس في ناس بيقول لك انا لا بدي بس البرايفت، البابليك لا ما في شويه سلبيات عليه. في ناس بيقول لك لا انا بس بدي اشتغل باليونيفرسيتيز لان انا مفكر اكمل مثلا الدراسه تاعتي. طيب الشيء الاخير اللي لازم انت تستدي اباوت يور سيلف وتكون انت جاهز وكاتب انفورميشن عنها اللي هو هاو ويل اي ماركت ماي سيلف. هذه مهمه جدا. انا بعد ما حطيت كل المعلومات هذه وجهزتها مهم كثير انك تعرف هاو تو ماركت يور سيلف، ماركت يور سيلف باي نتوركس. وهذه مهمه جدا جدا جدا. النتوركس تاعتك هي بالاساس تفتح لك بصراحه البوزيشن الثانيه. وبدي احكي معلومه بجوز المعظم بيعرفها او ما بعرف اذا المعظم بيعرفها، انه تقريبا اكثر من 80% من الوظائف التي تتوفر بالشركات لا يتم الاعلان عنها. تخيلوا اكثر من 80%. ليش؟ وفي ناس بيقولوا 60%، في ناس بيقولوا من 60 الى 80. ليش؟ لانه معظمها بتعتمد على النتوركس. يعني انا بعرف ناس ببعث عن ايميل لهم او ببعث let's say مسج لهم، والله اذا مهتم ابعث لي السي في تاعتك، اذا تعرف حدا سترونج بالفيلد هاد والله بليز ابعث لي اياه. فمهم جدا تكون عندك very strong network. الاونلاين سي في، الاونلاين طبعا اكيد الاونلاين زي let's say زي لينكد ان، لازم يكون عندك انت اكونت لينكد ان او اي بروفيشنال خلينا نحكي سوشيال ميديا بتعرف فيها نفسك. السي في تكون ممتازه، انترفيو، اسسمنت سنترز، ورك اكسبيرينس، كل هذه مهمه اني استخدمها تو ماركت ماي سيلف. انت جهزت السي في، جهزت الامور والمعلومات تاعتك، انت بعدين دورك انك هاو تو ماركت يور سيلف في الديفرنت تولز اللي حكينا عنها. بالمختصر السي في تاعتك هي عباره عن الماركتنج دوكيومنت الخاصه فيك، وهذا اتفقنا فيه، هذا بدنا نسميه ليتس كول ات اللي هو يور باسبورت تو بروفيشنال ورك. يعني بدنا نتفق عليها، لانه اذا اتفقنا انه السي في هي فعلا خلينا نحكي البروفيشنال اي دي وهي اهم شيء عندنا، فبساعتها بنشتغل عليها صح. Written for the organization you are applying، هذه كمان معلومة الآن حنتطرق لها، إنه السي في تاعتك مش لازم تكون static، it should be dynamic، وبتتغير حسب البوزيشن اللي عم بتقدم له والorganization اللي أنت عم بتقدم لها.
لازم تكون اكيد انترستينج تو ريد. يعني في سيفيات لما بتشوفها يعني ما بتقدر الا تقراها كلها. في سيفيات بصراحه بس تشوفها بس تشوف الشكل تاعها يو ويل ستوب بجوز ما تقرا يدوب اسم الشخص او البوزيشن اللي هو فيه. ف it should be interesting to read. الاشي الاخر اللي هو document that shows evidence for your experience, skills and achievements. انت بهاي السي في زي ما قلنا بهذا الجواز السفر تاعك او بهذه الاي دي لازم انت تعرض الاكسبيرينس والسكيلز والاتشيفمنتس تاعتك بطريقه بروفيشنال عشان تساعدك. كمان السي في اتفقنا انها document that matches you to the role organization. يعني بدها تكون ماتشز الرول اللي انت بتقدم له في الاورجنايزيشن اكس. لانه اذا ما كانت ماتشنج للاسف انت ممكن تعرض حالك ل بلاك ليست في بعض الاحيان, خاصه اذا يو كيبينج سيندينج سي فيز لروز انت ما لها علاقه فيك او نت ماتشنج. وهذا دائما بصراحه اللي بنحذر منه شباب كثير وبنقول لهم يا جماعه don't apply لأي position أنت مش فت فيه, لأنه أنت ممكن تعطل على حالك وتعطل على غيرك, خاصة في موضوع أنه تصير تقديم بأعداد كبيرة. طيب إيش لازم تعمل؟ Research and Research. هذه حكيناها قبل شوي ونرجع نأكد عليها مرة أخرى. أنت لازم تبحث وتبحث وتبحث وتجمع معلومات, تجمع معلومات عن الاندستري تاعتك, تجمع معلومات عن الشركات اللي بدك انت تستهدفها, تجمع معلومات عن yourself, عن انت حالك اللي بدك تعمل له ماركتينج. فهذه من الامور اللي جدا مهمه. نتورك, اتفقنا كمان يكون عندك سوليد نتورك ونتورك كبيره عشان انت يساعدوك في حال انه كنت بدك تدور على شغل او ممكن يقترحوا عليك شغل في اي وقت بتوفر عندهم. طبعا شغل انسب من اللي انت فيه. كومباني ويب سايتس اكيد بدك انت لما بدك تروح تقابل او تشوف, هذه من الاشياء الاساسيه اللي ممكن نتطرق لها في حاله المقابله. انه هون احنا بنحكي في حاله التقديم للسي في, انه يو هاف تو فيزيت الكومباني ويب سايت تاعت الشركه وتقرا عنها وتعرف بعض المعلومات, لانه هذه ممكن تساعدك في اتخاذ قرارك او في حتى في الانترفيو في مناقشتك في الانترفيو. بزنس سوشيال ميديا هذه السمست الأيام هذه, يعني لينكدإن هو الآن عبارة عن بوابة لناس كثير. بعرفش ممكن كثير منكم جتهم أوفرات وعروض, أنا شخصياً جاني أوفرات وعروض كثير عن طريق لينكدإن, وكثير ناس سواء ريكروترز أو شركات بتواصلوا معي في الموضوع هذا. وأنا بعرف ناس كثير كمان عينوا ناس عن طريق لينكدإن. أنا شخصياً عينت تقريباً واحد أو اثنين قبل سنتين ثلاث عن طريق اللينكد ان. كنت بدي ناس معينين بكرايتيريا معينه وفتت على اللينكد ان ودورت ولقيت الكرايتيريا هاي وتواصلت معهم وطبعا وتم التعيين. فاللينكد ان جدا مهم الايام هذه, وبروفيشنال سوشيال ميديا, البروفيشنال اسوسيشن اند اورجانيزيشن, هاي انت بدك كمان تكون علاقتك فيهم ممتازه. بالنسبه للمهندسين لازم يكون عندك اي تريبل اي علاقات معها وبتحكي انت وياهم وبتاخذ التقرا ارتكلز معهم, هذه بتطور من طبعا من النولج تاعتك. الجماعه اللي بيشتغلوا باداره المشاريع لازم يكون عندك انت كمان اتليست, اذا انت مش بي ام بي سيرتيفايد يا سيدي يكون انت ممبر في البي ام اي وبتاخذ معلومات وبتقرا عنهم وبتحضر احيانا تشابترز تاعهم السيشنز اللي بتصير. مهم البروفيشنال اسوسيشن اورجانيزيشن يكون لك علاقه فيها. طيب الان ننتقل, انا هذه بس حطيت السلايد هذا يعني في لي هدف في ذلك والان بنحكي فيه. بحكي لك ليش الموظفين اصلا بيغادروا اعمالهم. حسب احصائيه بال2017 من سي اي بي دي اللي هو بيقول لك ان التوب 3 ريزونز امبلويز ار لوكينج اور ابلاينج فور ا نيو جوب, اللي هم ثلاث شغلات اللي هو معظم الناس او الاغلب كانت انه بيتر او بينيفيتس السوير, يعني بصح له الزلمه راتب او بدور على راتب وبينيفيتس احسن. الشيء الثاني السبب الاخر انكريز جوب ساتسفاكشن, احيانا الجماعه ما بيكونوا ساتسفايد بالشغل تاعهم, حاس حاله انه يعني خاش بروتين قاتل مع انه راتبه منيح وكذا, بس هو الزلمه يعني بيكون عنده دافع انه يطور حاله.
والسبب الآخر اللي هو ريديوس ستريس. الأيام هاي الستريس بصراحة أنا من اللي بشوفه إنه ينزل راتبك بمبلغ معين ولا يكون عندك ستريس عالي، لأنه الستريس العالي الأيام هاي عم بيجيب أمراض. فهذه التوب 3 ريزنز ليش البي لوكينج فور نيو جوب. هذه بس سلايد حبيت أجيب لأنه اللي قدام ممكن نحكي إن شاء الله عنه. طيب ممتاز. هلا احنا قبل ما نحكي عن السي في وكيف اعدادها وايش الريكومنديشن، احنا بهمنا كمان نعرف قبل هيك شو الريكروتمنت بروسيس، كيف بيتم شو اليه او طريقه التعيين بالنسبه للريكروترز او للشركات. الان اول شيء ريسيرش، بصير في بحث عن المعلومات او عن الوظائف اللي لها علاقه، بصير في بري ابلكيشن اكتيفيتيز، بصير في تواصل كلام، بصير اعداد لل ممكن يعني عمل كستمايز للسي في، تظبط كفر لتر، الامور هذه. ذن بصير طبعا الابلاي الكانديديت هي الابلاي فور ذا اوبننج او الجوب فاكانسي اللي موجوده. الان في حاله الابلاي بصير في طبعا داتابيز لكل الكانديدتس هذه اللي تقدمت لها، وطبعا بصير هون مهم جدا في بيكون في شورت ليستنج، واحيانا لهم شورت ليستنج اللي هم بيكونوا ريليتد للجوب رول واللي بيكونوا قريبين من الاشياء اللي مطلوبه. بعدها في كثير شركات، بعرف اذا في منكم صادف يعني، كثير شركات بيقول لك قبل ما نعمل اي انترفيو معك سواء على التلفون ولا فيس تو فيس 1 تو 1 لازم تعمل اونلاين تيست. والاونلاين تيست غالبا هذه بتكون اللي بسموها الاي كيو تيست او اللي هي الابيليتيز تيست، سواء منتال ابيليتي او اي شيء او اي اونلاين تيست اخر. طبعا في بعض الوظائف تحتاج هذا التست اللي هي الكوجنيتيف مثلا ابيليتي تيست او الاي كيو تيست، بدونها بصراحه ما تتاهل للي هو الفيس 2. فيس 2 عاده بتكون هي التليفون انترفيو، بكلموك بتحدث معك بيشوفوا انت كيف الكوميونيكيشن رياكشن تاعتك، عندك استعداد وش ما عندك استعداد. بصير بعديها في اسسمنت، مجموعه من الاتش ار وممكن اليونت ريليتد، بصير اسسمنت والله الرجال بالاونلاين تيست جاب كذا، بالتليفون انترفيو كان جود واحنا وي ار ذن مثلا ريكومند انه انتم تقابلوه. بصير في مقابله شخصيه، عاده المقابله بتكون مع الناس اللي هم التكنيكال اللي انت حتشتغل معهم او اللي هم ريليتد للجوب، سواء مدير القسم او مدير الشركه او هو ايفر. في حال تمت الموافقه وكانت سكسس المقابله بنبعث لك الجوب اوفر. هذه السايكل جدا مهمه للشباب يعرفوها، خاصه الشباب الصغار اللي لسه ما عندهم خبره في 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 موضوع التقديم وكيف بيصير اللي هو السلكشن وبيبعثوا الجوب اوفر. الان السي في، الان بدنا نفرق بين كلمتين، بجوز في ناس بتسمع سي في وناس بتسمع سي في وريزومي. الان شو الفرق بينهم؟ بصراحة الفرق يعني في فرق وفرق بيعتمد بصراحة. الفرق الأول إشي الفرق باللينكث وبالكونتنت وبالبيربوس. بس يعني إحنا في منطقتنا المعروفة يعني إنه سي في هي أشهر شيء يعني بنشتغل عليه. يعني فور إكزامبل إحنا بنحكي الريزومي دائما عادة هي بتكون شورتر او مور بريف ذان السي في، بتكون بين صفحه وصفحتين ماكسيمم، بينما السي في بتكون طبعا اكثر من الريزومي، فيها ديتيلز اكثر، احيانا صفحتين واحيانا اكثر من صفحتين. طبعا في ناس انا متاكد في بالهم اسئله، طب شو الاحسن، نعملها صفحه، نعملها صفحتين، ثلاث صفحات، اربع صفحات، نحكي فيها ان شاء الله وقت الان. طبعا في ديفرنس كثيره بالاكسبكتيشن في حسب الكانتريز. في كانتريز بيقول لك لا تستخدم التيرمينولوجي تاع الريزومي، في كانتريز بتستخدم التيرمينولوجي تاع السي في، واحنا منطقتنا مركز اكثر على السي في. طبعا في كمان سيكتور سبيسيفيك ريكويرمنتس، في بعض السيكتورز في للسي في تاعتهم بتكون في سبيسيفيك ريكويرمنتس، خاصه موضوع الفاينانسينج
في البانكينج وبعض القطاعات الأخرى. هلأ where creativity is a key, the sky is the limit. بس CVs بصراحة شفنا أشكال وألوان وأنواع, أنواع كثيرة من CVs وفيها creativity عالية جدا جدا يعني بصراحة. حتى يعني طريقة تقديم CV عم تختلف الأيام هاي, عم تختلف في يعني أنا بدي حاب أشتشير يعني معكو ويب سايت هاد ممكن نبعته, ما أعرفش كيف ممكن نبعته للجميع, بس ممكن أشوف ما أعرفش إذا بقدر, خليني أشوف إذا بقدر أورجيكو CVs. على كل إن هو هون في كثير, خليني ما أعرفش إذا كان شيرت في شات مهندس على في شير شوي خلينا نشيل شير ديسكتوب خلينا اوكي هون ممتاز شير سكرين ممتاز هذا الويب سايت يعني انا حاورجيك اياه بسرعه بس بدي اورجيك انه قديش في كرياتيفيتي في موضوع السيبيات في ناس very creative. هذا مثلا هذه واحدة من السيفيات, هذه سيفي ثاني بعرفش اذا شايفين مهندس رائد شايفين السيفيات اللي عم بشوفها يعني ظاهرة شايفينها بس صغيرة شوي صغيرة شوي اعتقد ما بعرف ليش بجوز عشان السكرين بس انا بحكي انه الشباب اذا بياخذوا الويب سايت ويشوفوه بعدين يعني يشوفوا بس يطلعوا كيف العالم صارت تعمل السيفيات تاعتها بس كمان بدي اكد على شغله يعني احنا ما بزبط انه اي حدا يعمل نفس السيفيات بتعتمد على نوع النوع البروفيشنال اللي انت عم بتقدم له يعني لما تكون ميوزيشن غير لما تكون مهندس غير لما تكون اكاونتنت بفرق الموضوع اكيد كثير هذه بعض بقول لكم السيفيات هذه مثلا سي في كل المعلومات ب one page CVs كثير وأشكال كثير وفي creativity في الموضوع هذه CV على التيشيرت تاعتها وعم تبعثها وفي في في أشياء كثير طبعاً أفكار كثيرة طبعاً في موقع أنا بهمني كمان تعرفوا عنه الآن موقع أطلقوه شركة في الأردن أو إذا بسامعين فيه هو الأستاذ بشار حوامدة خليني أفتحه معلش هذا السي في حيكون عبارة عن زي ما بسموها فيديو سي في فأنت له هذا بعرفش إذا شايفينه kazadorjobs.com هذا كمان مهم أنتوا تحطوه عندكم لأنه حتى مفهوم السي في الآن عم بيختلف في العالم يعني بقول لك ليش أنا يعني ليش أشوف just a document ورقة أشوفها وأقرأ فيها أنا بدي أشوف something dynamic أنا بدي أشوف نفسه اللي مقدم الطلب هذا بدي أشوفه بيحكي عن حاله فالفكرة من الموقع هذا أنك أنت رح تقدم حالك والسيفي تاعتك فيديو يعني حتحكي عن حالك فيديو فهذا حيختصر كثير عن على الريكروترز أنه أنت بتقطع اشواط بشوف كيف البيرسوناليتي تاعتك الكوميونيكيشن سكيلز قال انت بتاخذ وبتعطي شو لي احيانا بتقدر تقدم كرييتيف ايديا في الفيديو تاعك ف this is good ويب سايت شوفوه وتابعوه ان شاء الله بيكون اللي فهمته انه جديد لسه اطلق واعتقد لسه شغالين هم الجماعه عليه طيب نرجع للسلايدز حكينا عن السي في والريزومي والفرق بينهم الان نبلش في السي في وطريقه كتابتها بطريقه بروفيشنال وايش الريكومنديشن سواء انك تكتبها وبطريقه زي ما حكينا بروفيشنال وتساعدك الموضوع طبعا هذا مش موضوع كلام علاء بس هذا كلام ساينتفيك ناس حكيم فيه ناس عاملين ريسيرشز على الموضوع هذا واعطونا الكلام هذا وانا شخصيا يعني ما انتقيته ما حطيته بالسلايدز هذه الا لاني بالاكسبيرينس اللي مرت علي فعلا كان متوافق مع هذا الكلام جميعا نحكي البيرسونال ديتيلز اول شيء يور نيم لازم الاسم يكون تاعك ات ذا توب ما تحط فوق
سي في ريزومي كوريكولم فيتاي، ما تحط الكلام هذا كوريكولم فيتاي وريزومي وسي في، اوعى تحطها. انت عم بتضيع بارت من الـ من الـ من السي في على شيء ما حدا حيقرأ. طبعا احنا عارفين انه هذا السي في. تقدر تسير الباوربوينت تبعتك؟ اسف اسف مش مبين البيور. اوكي منيح اللي حكيت لي. فكرت انه طيب وين امس مره ثانيه شير سكرين بينت الان. نعم صحيح وضحت. طيب ممتاز. اوكي نرجع مره ثانيه للموضوع البيرسونال ديتيلز. الان بدنا نحكي كيف تكتب السي في تاعتك او الاشياء اللي تركز عليها وتكون السي في تاعتك فعلا تنكتب بالستاندردز والبيست براكتسز اللي العالم كلها بيحكي فيها واللي ريكروترز بدهم اياها، وهذا مهم. اول شيء زي ما حكينا انه اسمك، اسمك لازم ينكتب في التوب اوف يور سي في، ما تكتب لا سي في ولا ريزومي ولا كوريكولم فيتاي ولا من الكلام هذا. دونت رايت هاي الاشياء لانها معروف انت هذه سي في، اكيد مش حتكون شهاده ميلاد ولا جواز سفر، اتس سي في ات ذا اند. ففوق بده يكون الاسم تاعك، تحت ريليفنت ادرس، في ادرس واضح بيكون فيه حاط انت الكونتري اللي انت فيها والمدينه والموبايل نمبر، ايميل ادرس. طبعا الايميل ادرس شود بي، وهذه مهمه جدا للشباب وفي ناس كثير عم توقع فيها، يعني حتى بصير يعني سوري على الكلمه تنكيت على الموضوع هذا انه والله شوف شو الشاب هذا حاط الايميل تاعه. ميك يور ايميل بروفيشنال، يعني اسمك علاء بزور حط علاء دوت بزور @جيميل، يعني مش بالضروره علاء حط علاء دوت بزور، مثلا ممكن تلاقي 63 او 99 او وات ايفر يعني، بس ميك ات بروفيشنال الايميل تاعك. بس مش والله مثلا في ناس بحط والله butterfly@gmail.com ولا روزي هارت يعني انا هذا بشوفه، هذا كلام عم نشوفه احنا. فخلي الايميل تاعك بروفيشنال. طبعا مهم جدا ويا ريت الكل يركز في الكلمه هذه، ما تحط يور ورك ايميل، حط يور بيرسونال ايميل، مهم جدا الكلام هذا. فون نمبر طبعا لازم، احنا حكينا اذا الاسم والايميل والفون والادرس. ومهم كثير، او هو مش مهم، هو يعني انا بعتبره بروفيشنال، انك تحط اللينكد ان ادرس تاعتك، لانه اللينكد ان ادرس عم بتخلي الريكروتر يقراك بطريقه مختلفه. يعني ممكن يكون عندك انت بوس لها علاقه في التكنولوجي، يفوت يشوف البوس تاعتك، يشوف كتاباتك، يشوف اهتماماتك، يعرف انك زلمه فعلا ويل ادوكيتد ومثقف وعلى درايه بالمجال اللي انت بتقدم له. فاللينكد ان ادرس مهم. في بعض البلدان طبعا، بالذات البلدان الاوروبيه وحتى عندنا يعني ينطبق طبعا الكلام هذا، ما تحط الامور هذه، بس في بعض البلدان الاوروبيه عليها زي ما بسموها يعني ملاحقه قانونيه، ما بزبط تحط الكلام هذا خوفا من اي ديسكريميشن ممكن تتعرض له في موضوع الوظيفه تاعتك. اللي هو ديت اوف بيرث، ما تحط تاريخ ميلادك. جماعه ما بهمهم انت عمرك 20 ولا 30 ولا 40، هم بهمهم انه ايش؟ انه انت تفت الجوب رول هذه وانك قادر على تو ديليفر. الجندر هذه الديسكريميشن في بعض الدول رهيب، هذا ما انك تشترط انه في ميل او ميل للبوزيشن هذا، كمان تعتبر ديسكريميشن. الحاله اعزب ولا متزوج كمان نفس الشيء الماشل ستيتس. الريليجن هاي من اهم الديسكريميشن اللي الناس يعني كثير كونتريز بيركزوا عليها. هذه امور don't list it. طبعا الفوتوغراف كمان، يعني في ناس هون بصراحه سالوني من قبل طب مين احسن، نحط الصوره ولا ما نحط الصوره؟ انا دائما جوابي لا، طبعا لا تحط الصوره unless انطلب منك هون، لانه هون ما في regulations او rules تتحدد الامور هذه، بينما في دول ثانيه لا في regulations و rules بتقول لك ممنوع تحط الصوره خوفا من اي discrimination، سواء يشوفك ابيض ولا اسود، وعشان بياضك او سمارك يروح مع عينك، او عشان نفس السنتسيتي اللي هو منها. مثال
يعني هذا مثال كيف تحط ال خلينا نحكي النيم تاعك في توب اوف يور سي في. شوف كيف الاسم بتحطه من فوق، اتوقع المثال مبين للجميع. تحط الاسم تحت البلد والمدينه، الفون نمبر تاعك، الايميل، قلنا ايميل لازم يكون بيرسونال، واللينكد ان تاعك. هيك انت بتكون يعني بالستاندرد، ماشي، ما في اي ان شاء الله مشاكل. الان البروفايل والاكزيكتيف سمري، مهم جدا انك تكتب بروفايل او اكزيكتيف سمري عن نفسك. انت ايش، شو بتعمل؟ الاكزيكتيف سمري لازم يكون ديفاين البروفيشناليتي تاعتك، هايلايت الاريز اوف اكسبرتيز، ايش انت شغال باي مجال، الكواليفيكيشن والرول اللي انت عم بتدور له. هاي الثلاث اربع شغلات ركزوا فيها، اعمل اكزيكتيف سمري وحطها بالسي في تاعتك. لانه احيانا انا قد ما بيكون بيجينا سي فيز، انا بدي اقرا بس يعني هلا بنشوف شو الريكروترز بيركزوا على ايش، في امور معينه الريكروترز بيركزوا عليها وجزء منها الموضوع هذا. فحاول انك تعمل اكزيكتيف سمري للسي في تاعتك. از ان اكزامبل، طبعا ممكن تكون اقل من هيك اكيد، يعني ما هذا مثال، specialized in VMO development and management by VMI standard, worked on an average of. حط ارقام، طبعا حط ارقام كذا عشان تبين انه زي ما حكينا evidence. 450 مليون ريال projects بالسنه، empowering staff for possible coaching mentoring to build trust and motivation achieving company goals, providing leadership and support by complementing existing team role, attain many professional awards. هاي هون حكينا بلش نحكي عن achievements. Attain many professional awards and others on a personal level. Now seeking to develop career as sustainable. شوف هون أنا عم بحكي إيش اللي بدور عليه. PMO director وين؟ الـ private sector. جدا مهمة هذه إنكم تكونوا عندكم الـ executive summary. طيب الآن الـ experience. Describing الـ experience تاعتك. بدك تنتبه لشغله، السي في هي مش جوب ديسكريبشن. الجوب ديسكريبشن هذا بتنعمل في الجي دي اللي باختصارها الجي دي، بتنعمل هذه في الشركه عندك. السي في اتس نوت ا جوب ديسكريبشن. هون لازم السي في تفوكس على الاكمبلشمنت، سكسس، الكوانتيفيبل ريزلت. يعني في لازم يو هاف تو كوانتيفاي الريزلت، يعني يكون في عندك كوانتيتي تقدر تحطها على اساس الناس يقدروا يقيسوا فعلا الانجاز تاعك. Think about impact والvalue add اللي انت حطيفها للناس اللي بدك تقدم لهم. Things that made or saved the company clients money. انت شوف وين ناجح وايش بتقدر تعمل، واذا كان في evidence عندك بسيفنج او بأتشيفمنت عملها اضيفها. Innovation process efficiency، اي شيء انت ممكن يساعدك to put it to professional way to mention it، حطه بطريقه صحيحه. دائما استخدم يعني غير الاكزيكتيف سمري، حتى الاكزيكتيف سمري، شوف الاكزيكتيف سمري اسم من اسمها اكزيكتيف سمري، يفضل انها تكون بطريقه اللي شفناها، يعني بثلاث اربع سطور، ما تتجاوز 400 الى 500 كلمه بالكثير، يعني 400 كلمه بس. لكن باقي السكشنز try to use bullet points. Try to use bullet points، هاي بتساعد القارئ انه يقراها بسهوله وبتوصل الفكره اسرع. ومهم جدا الان في السي في start with action verbs اللي هو initiated, developed, managed, negotiated، وانت بتحكي عن حالك. هاي ضروري جدا وانتبهوا لها، لانها بتعكس كمان your professionality في السي في، في كتابه السي في. البروجريشن نوت ريبيتيشن، طبعا هذه مهمه جدا. انت بالسي في تاعتك بهمك انك تحط انجازات مش تكرار، ما تحاول تضلك تحط تكرار، حاول تحط انجازات وامور واضحه. افويد يوزينج بيرسونال بروناونز، زي بروناونز مثل اي مي ماي او اكرونيمز. الاكرونيمز مش كل يعني كل خلينا نحكي اندستري لها اكرونيمز خاصه فيها، صح ولا لا؟ فما تحاول ان تحط acronyms
لما تاع الاتش ار الكلاسيفي تاعتك ما يفهمها وابريفيشن نفس الشيء. يعني هذه انا بنصح الجميع انهم بس يشوفوا الامور هذه يمسكوا السي في تاعتهم ويراجعوها ويشوفوا انه فت او نوت فت لهذه الريكومنديشن. This is an example. زي ما حكيت لكم لا describe your experience. هذه أمثلة. Manage the team of six sales representatives to execute a new product launch. Launch that achieve overall revenue increase of $5 million over 12 months. Part of the project management team involved in the rollout of new networks, leading to a huge increase in revenue. Initiated an automated stock management system that reduced ordering times by approximately 20%. لاحظوا شيء مهم جدا هون، عم نحكي عن الاكسبيرينس تاعتك وبنحكي عن الاتشيفمنت، بنحكي انت ايش عملت وايش اتشيفد وايش اهم شيء كوانتيفاينج، انت عم تعطي يعني شيء سهل قياسه وشيء سهل الناس تفهمه. نفس الشيء هذه navigate into the recruitment challenges to successfully onboard 17 director level recruits. Secured $10,000 in funding. هذه بالsaving. هذه أمثلة على كيف أنت تكتب your experience. ومهم تراعي الموضوع هذا. الكلام المنمق، هلا حنشوف المنمق واللي كثير فيه بسموه buzzwords والهيك، ابعد عنها. الناس at the end the recruiter بده achievement، بده العنب زي ما بيحكوا، فحاول ما قل ودل والمختصر اللي فعلا يورجي your achievement. الان الادوكيشن، كيف بدك تكتب الادوكيشن تاعتك؟ طبعا بدها تكون ريفرس كرونولوجيكال اوردر. يعني كيف، ايش يعني ريفرس كرونولوجيكال؟ اللي هو الاحدث فالاقدم. include your what you are doing now. طبعا اكيد تحط الديتس، تواريخ. اذا انت لساتك على مقاعد الدراسه حاول تحط انه متوقع التخرج بكذا. طبعا نيم الانستيتيوشن او اليونيفرسيتي اللي انت عم تدرس فيها. هلا نيم اوف كورس، هاي بصراحه هذه انا دورت عليها، يعني متى يو ويل نيم كورسز. هاي بتكون للجماعه اللي خريجين جدد ما عنده اي اكسبيرينس ولا عنده سكيلز لسه بالهذا، فايش بده يعمل؟ فبروح بذكر بعض الكورسز اللي هو اخذها بالجامعه، اللي ممكن اللي هي الشركه هذه اعلنت عن شيء قريب منها. هون يس اذكر بعض الكورسز اللي اخذ. grade awarded if known. طبعا هذه again او يعني انا هذول الثلاث اللي grade awarded 3 or 4 relevant modules و dissertation if relevant. هذول الثلاثه في حال كان البوزيشن اللي انت عم بتقدم له فعلا محتاج الامور هاي، بوزيشن اكاديمي يس يو هاف تو. واحد بخرج جديد وبده يورجي الشركه انه زلمه كان شاطر كثير في الجامعه وعنده جود ديزرتيشن والجريد تاعه عالي وفي كورسز بتم الشركه، يس انا بقول لك منشنت. طيب اكزامبل، هاي اكزامبل مثلا يارموك. هذا الاخ دارس في اليارموك يونيفرسيتي في اربد جوردن، له درس ام بي اي من سبتمبر 2016 بلش ومتوقع سبتمبر 2018. الموديولز انكلودد هون ذاكر انه ستراتيجيك ماركتنج مانجمنت اوف تشين سبلاي تشين مانجمنت. ليش هو ذكر هون؟ لانه سيمز انه هذا حيساعده في الوظيفه اللي بده يقدمها بعدها، اللي هي الوظيفه الدرجه اللي اقدم هي يونيفرسيتي اوف جوردن. كان خريج بالجامعه الاردنيه في موضوع اقتصاد. يعني لاحظ اول شيء قبل الحديث ثم القديم، وبعض اللي بتذكرها حسب طبعا نوع الوظيفه اللي انت بتهمك. طيب اديشنال انفورميشن، خلينا نحط بعض، يعني نحكي بعض الانفورميشن اللي انت ممكن كمان تضيفها عندك. فولنتيرنج، سبورتنج اتشيفمنت، انتربرينورشيب اذا في عندك اي شيء له علاقه، يونيك انترست. هلا اذا في طبعا ما يعني ما تضيف كل شيء، بس انا اجين انا بحكي ضيف الشيء اللي بتحس هي ويل اد ا فاليو لك
خاصه ريليتد للشركه هاي. احنا اتفقنا قبل شوي انه انت قبل ما تقدم سي في وقبل ما تقدم الابلكيشن جو اند فيزيت الويب سايت تاع الشركه، اسال عن الشركه، حكينا ريسيرش اند ريسيرش اند ريسيرش. اذا شفت انه الشركه بتهتم بهيك امور وموضوع تطوع وكذا وجزء من اعمالهم انه كثير في فولنتيرنج، يس منشن ات واي نوت. اذا عندك اي انتربرينير ايديا او انت مساهم باي شيء، يس منشن ات كمان. هذه بتهم الناس كثير. زي ما حكينا هون، use them to show relevant skills, interests, consist pattern of leadership, active interest in investment, creativity, drive to succeed, risk taking. يعني الأمور هذه إذا أنت بتحس إنها إلها علاقة في البوزيشن اللي أنت مقدم له، يس في كثير ناس عم بتهتم بهيك أمور، خاصة الشركات، بعض الشركات المالتي ناشونال، حتى الشركات الناشونال اللي هي البيونيرز صراحة والليدرز في الماركت. focus on outcomes. What did you achieve in these activities? يعني أنت ضروري جدا تفوكس على، مش أنا والله بس كنت والله أنا volunteering وبشتغل مع لجان التطوع، لجان المهندسين ومع في التطوع وقدمنا بس قعدت معهم سنتين في لجنة الارتباط الشرقية. لا، أنت فوكس على إيش الأوتكم. أنت هذا شغلك هذا إيش حقه؟ كم أنت فدت مهندس في عملية التوظيف؟ كم مؤتمر عقدته؟ شو المؤتمر مثلا الاحتكاكات اللي صارت بين النشاطات اللي صارت بينك وبين هيئات ومؤسسات ثانية؟ هذا مهم جدا الأوتكم، تركز على الأوتكم. بس مهندس رائد احنا محدودين بالوقت لانه تسيمز الوقت شوي حيداهمنا، يعني هل للتسعة ولا ممكن مثلا للتسعة وربع؟ للتسعة وربع ممكن، اذا بس عشان في اسئلة لانه العدد مش، لا ان شاء الله ان شاء الله لا بمشي بسرعة يعني. ماشي. اذا بجوز الاونت نأجلها، واللي بده اي معلومات عنها انا بتواصل انا وياه على الخاص، ويعني بحكي له هاو تو يوز الاونت، انا بس حورجيهم الويب سايت تاع الاونت. طب هاي اجزاء اخرى راح يكون في قسم اخر بالنسبه للمقابله الشخصيه، ممكن بالضبط ممكن نذكرها فيها. صحيح. ممتاز. عشان هيك انا قلت من البدايه ممكن الاونت اوبشن على حسب اذا لحقنا ولا لا. طبعا اللانجويج مهم كثير، تكتب تضيف اللانجويجز اللي انت يو سبيك في البزنس ستاندرد، يعني انت يكون فعلا انت زلمه قوي فيها، في بالذات يعني اوكي كلنا نيتف عربي بس انت حط الانجليش وقديش انت فلوينت فيها، لانه تعرفين كل البزنس لانجويج هلا في جميع العالم هي الانجليش، فمهم كمان نضيف الانجليش في الموضوع هذا. الان خلينا ننتقل بس بسرعه على الديزاين واللي اوت تاع السي في. مهم كثير انه انت دونت اندر استيميت الموضوع هذا، it's very important. عشان هيك صار في كثير افكار ابداعيه في موضوع السي في وكيف بتنكتب السي في، لانه زي ما بيحكوا في شيء اسمه فيجوال ايدز، هاي المساعدات البصريه هي اللي بتساعد البني ادم انه السي في تاعتك تصير اتراكتيف وانه الريكروتر يمسكها ويقراها للاخر. فدونت اندر استيميت السي في ديزاين واللي اوت، ودور دائما على ديزاينز كرييتيف جميله وحلوة وبتشد اللي قدامك. الآن في common mistakes دائما بتكون بالسي في وضروري الجميع يتنبه لها بصراحة. common mistakes include اللي هو spelling تاع company names incorrectly، يعني تكون الكومباني مكتوبة بطريقة غلط اسم الشركة اللي انت شغال فيها، وهذه مصيبة. لأنه أحيانا الواحد بده ياخد الريكروتر بمسك الاسم الشركة، خاصة إذا مش عارفها بمسكها كوبي بيست وبحطها بجوجل وبدور. إذا كان في عندك سبيلينج ايرور أو تايبو ايرور ومش كاتبها صح، ما حتطلع الشركة، فهيحس إنه في مشكلة، فبي كيرفول من هذا الموضوع. الفونت سايز والتايب، إشي 14 وإشي 12 وإشي نيو تايمز رومان وإشي ايريال، لا دير بالك لازم تكون في ستاندرز معينة لكتابة السي في. حاول تستخدم التمبلتس الجاهزة، في على فكرة على الوورد تمبلتس، في مواقع كثير موجود فيها تمبلتس، حاول تستخدم ستاندرد وتمبلت جاهزة فيها الفونت والسايز معرفين.
ما تستخدم كثير موضوع الأندرلاينينج والبولد وكابيتالز، وحاول تبعد عنها قدر الإمكان unless بدك تبرز إشي جدا مهم. Otherwise ما تحاول تكتب كثير أندرلاين وبولد وكابيتال، هذا مؤذي للبصر، وبالبروفيشنال رايتينج هذا مش موجود، يعني لا يفضل أبدا. يعني بالعكس حدا بيشوف الناس بإيميل بيكتب بالطريقة هذه بيحط عليه علامات استفهام. الفيلر تو بروف ريد اللي هو بدك تنتبه انه دقق لائيا، دقق الكتابه ودقق السي في تاعتك، حاول تستخدم بعض التولز اللي بتدقق الكتابات والسبيلينج. في شيء في ويب سايت هو مش ابلكيشن، هو ويب سايت وتول جدا حلو اسمها جرامرلي، فحاولوا استخدموها هاي في التدقيق لتدقيق لكتاباتكم سواء وورد سي في ايميل. Try to use it. Confusing format زي ما حكينا، الصفحة الأولى بتكون شكل، الصفحة الثانية شكل، التابلز إشي معمول اللاين يمين وإشي اللاين شمال. بدكم تنتبهوا try to use template جاهزة، مهم جدا هذا الكلام لأنه هذا بيساعدنا جميعا، بيساعدنا جميعا إنه بيساعد الريكروترز إنهم to choose your CV وتكون الشورت ليست. هذه السي في وحنرجع لها بأشياء بسيطة بعد هيك. الآن الكفر لترز حاحكي عنها كثير، بس الكفر لترز أنا تعمدت أحكي عنها لأن في ناس بيهملوها، مع العلم إنه في شركات كثير تطلب كفر لتر، والكفر لتر هو بالنسبة له بقرأ الكفر لتر هذه وبياخذ فكرة يعني كاملة عن السي في وعن اللي بيقدم. طبعاً a good cover letter explain why you are suitable، بدك أنت تشرح في الكفر لتر ليش انت فعلا you fit this position اللي انت عم تقدم له. Explains why you want to work for them، كمان ليش انت يعني ليش بدهم يختاروك، ليش انت حاب تشتغل معها X company هذه. Explain why you want that job، كمان ليش هذا البوزيشن مهم لك، وشو الادد فاليو اللي انت حتضيفها للبوزيشن هذا. Shows your passion and motivation في الكفر لتر، انت حط تضيف الباشن والموتيفيشن تاعتك عشان تستحق هذه الجوب أو هذه الوظيفة وتحصل عليها. كمان a good cover letter لازم ما يكون بدنا ننتبه، يعني هذه زي مثل there are no shortcuts، يعني sometimes there are no shortcuts، يعني بجوز مناطقنا في shortcuts للأسف يعني أحيانا، بس الجميع بنظر للموضوع على انه انت في الايديال كيس، ما عندك لا فيتامين واو ولا باراشوتس والامور تمشي تمام. فعشان هيك انت بقول نو ذيرز نو شورت كاتس، عشان هيك انت يو هاف تو فولفيل وفيت الامور اللي لازم تعملها. جود سي في، جود كفر لتر، انت يو ويل جيت يور انترفيو. To write a good cover letter you need to do your research and spend some time on it. زي ما اتفقنا على CV الكفر لتر you have to do the same. الكفر لتر كمان نفس الشيء لازم تكون one page maximum 500 كلمة maximum one page، بدنا ننتبه للموضوع هذا. الريسيرش بدك you have to leverage the network، تعمل SWOT هاي حكيناها قبل شوي، what is hot and what is not في الاندستري تاعتك، what will the organization industry look like in 10 years، احنا حكينا وقلنا لازم انت بارت من خلينا نحكي الميكانيكال انجينيرينج مثلا دومين، you have to look after your industry، وتقرا وتشوف وتسمع وتكون you are understand what happening في كل التكنولوجيز اللي عم بتصير حوالينا بالاي تي ذا سيم، عشان انت تقدر فعلا توجه حالك وتمشي بالكارير باث اللي لازم تمشي فيها. What and where are the future opportunities؟ هذه مهمة جدا، وأنا امبارح بعثت لشباب في واتساب في مقالة في موقع اسمه Interesting Engineering عن اللي هو الاتفاقية اللي وقعتها السعودية حديثا من كم يوم مع سوفت بانك لتمويل مشروع حيكون أضخم وأكبر مشروع في العالم لإنتاج الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية. They will generate 200 gigawatt، يعني رقم خيالي هذا من الطاقة الشمسية، وهي هذه حسب ما قرأتي حتكون قد 10 أضعاف
الباور بلانت اللي هلا عم بتولد طاقه في الطاقه الشمسيه. وهذه طبعا هذه الاتفاقيه او هذا المشروع حيوفر حسب المقال ما يقارب من 100,000 فرصه عمل من هون ل 2030. فبس انت تسمع هيك معلومه لحالك لازم انت توجه تفكيرك، سواء مش لك يعني، اذا كنت انت بالفيلد هذا لازم تتعلم السولار سيستمز والتكنولوجي هذه وتبلش تقرا عنها، او توجه هذا لك اولاد بدهم يدرسوا بالجامعات. فمهم الموضوع هذا كثير. What are the leadership and strategic priorities challenges? هذه كمان you have to know about it. Look at mission, annual reports, CEO reports. هذه حتساعدك كثير 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 لما انت تقابل ويصير عندك انترفيو، او حتى لما تكتب الكفر لتر to understand الشركة اللي انت عم بتقدم لهم. How to write a good cover letter. هلا هنا بدي اعطيك شوية يعني شوية directions او شوية معلومات كيف نحط نكتب cover letter. أول إشي you have to tailor the cover letter. يعني ما تعمل لي cover letter مرة في حياتك وتقول خلاص هذه بتنفع على كل، أنا عملت واحد بتنفع على كل. لا ما بيزبط. شنو cover letter؟ you have to tailor it وتضلك تعملها customize based on the job اللي أنت عم بتقدم لها. وزي ما كاتبين هون write a new letter for every job زي ما إحنا كاتب. وزي ما حكينا it's one page. 500 word only. Be specific. What position you are applying for? Again, explain why you want to work for them. Show your research and give specific reason. Not because you are a global company and a market leader. ما تكتب هالجملة. ما تكتب because you are a global company and a market leader. لا. حاول زي ما حكينا لما تقرأ عنهم تعرف الجماعة شو شغالين، شو عندهم مشاريع، شو في عندهم potential projects. ساعتها انت بتقدر تحكي باللانجوج تاعتهم اللي بتشدهم. فهذه مهمة جدا. Make sure that the things you say about yourself are relevant to the job. يعني job بتحكي عن let's say project manager في field خاص، let's say project manager في ERP solution. زاد الجماعة طالبين ERP solution وانت قاعد بتحكي انه والله انا عملت مشاريع في الاي تي بس بالانفراستراكشر وبالداتا سوليوشن وبلا. طب الجوب عن الاي ار بي سوليوشن حتى لو انت بروجكت مانجر. فالقصد انه انت مهم جدا انك تكتب عن شيء ريليفنت للجوب هذه لانها بتساعدك كثير. ناو ادريسنج يور لتر. كيف تكتب الكفر لتر؟ دونت رايت دير سير او دير مدام او دير ريكروتمنت اوفيسر. لا، بدك تحاول تلاقي اذا قدرت تعرف اسم الشخص تراي انت ريسيرش زي ما حكينا ريسيرش اند ريسيرش فايند اوت النيم اللي انت عم بتقدم له. اكتب له دير مستر عبد الحفيظ، دير مستر رائد ابو رياش. اكتب له لما باسمه. ما قدرت ساعتها كيب الدير سير او دير ريكروتمنت اوفيس او اوفيسر او ايفر. For women use miss not miss not. يعني في كثير بصراحة أو مسترز يعني كثير أغلاط إحنا بنغلط فيها لازم ننتبهها خاصة في الإنجليش. الفورمات لو مستر أو مس ومسز بعدين last name. لا تستخدم ما ديروا بالك وهي مهمة جدا. هذه في الغرب أكثر شيء يعني بالأجانب بيركزوا عليها. حتى احنا هون يعني صاروا يعملوا انه بيروح بيكتب مثلا دير مستر بزور او دير مستر بياري. ف وي ار كوبينج احيانا بصراحه في الفيلد هذا، لانه كل الريكروترز بصراحه بياخذوا الستاندرز تاعتهم لغايه الان من الستاندرز الاجنبيه. الغلط اللي دائما الناس تقع فيه انه عشان يريح حاله بكتب تو هوم ات مي كونسيرن. لا، احنا بنقول لك دور وشوف ولاقي اسم فعلا اللي بده الجوب. ما لقيت اكتبها بالطريقه اللي حكينا فيها فوق. طبعا هذه فوق اون توب لما هاو تو ادرس. هلا ساينينج اوف. ساينينج اوف بدك تكتبه يور سينسيرلي. اذا عرفت الاسم بتكتب اسم او يور فيثفولي. اف يو دونت نو ذا نيم بس تكتب يور فيثفولي. هلا كيف تكتب؟ هلا حنمشي عليها بسرعه. اول شيء يعني هو غالبا تبدا حتكتب الادرسينج ساين اوف وجوا ثلاث فقرات صغار. الفقره الاولى يو شود انكلود انفورميشن
why you are writing. انت ليش عم تكتب لل الان لل للرجال هذا او للريكروتر؟ مهم كثير. الميدل باراجراف الان بتبلش بتخش بالموضوع, you should describe what you have to offer the employer, how your qualification match the job you are applying for. في الجوب مع زي ما حكينا مثلا البروجكت مانجر في الاي ار بي سوليوشن, ساعتها بتكتب هون بتبلش تحكي انك انت اشتغلت كذا مشروع بقيمه كذا في ديفرنت سيكتورز وهذا قريب من الشيء اللي انتم طالبينه, اي ويل اد فاليو للمشاريع تاعتكم لانه عندي كذا كذا. يعني بتبلش تحكي زي ما بيحكوا بالزبده تاعت الموضوع. لاست باراجراف تراي تو كونكلود, هي كونكلوجن بتكون اشكر الزلمه هذا انه اتاح لك الفرصه وانه تو كونسيدر يو للبوزيشن هذا, وانه بسرك انه باي وقت انك تستقبل مكالمه او انك تو انترفيو هيم عشان تو فيرذر انفورميشن. هذه الثلاث باراجراف, يعني هاي هي من الثلاث باراجراف اللي انت لازم تكتبهم. موضوع مو صعب, اللي مستصعب الموضوع جست روع على جوجل واكتب تمبلت اوف كفر ليترز حتلاقي, بس جست كستمايز ات لك. الان بدنا نيجي على موضوع كثير مهم وناس كثير عم يعني اعتقد بفكروا فيه, انه ايش يعني الريكروتر هذا لما بمسك السي في على ايش بتفرج, ايش الهوت ارياز اللي عم بتطلع عليها. باي ذا واي يعني في معلومه جدا مهمه لازم تعرفوها, انه كثير ريسيرشز اثبتت او طلع معهم بنتيجه انه الريكروترز ما يعني they didn't spend more than 6 to 7 seconds only on each CV. تخيل الريكروتر يعني ممكن بس تطلع على السي في تاعتك من 6 ل 7 ثواني اذا ماكسيمم. هذا اذا ما كانت السي في تاعتك اتراكتيف خلاص ما 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 حيشوفها مرة ثانية. ففي الست سبع ثواني هاي إيش عم بتطلع, إيش عم بشوف, وأنت دورك الآن بالست سبع ثواني هذه إنك تخلي الجماعة يقرأ السي في تاعتك. زي ما حكينا قبل شوي, الحكي اللي حكينا قبل شوي بيخلي الجماعة يقرأ السي في تاعتك ويكملوا فيها وإن شاء الله تجوز. شو عم بشوفوا الريكروترز خلنا نحكي بالفاست سكان, اوكي حكينا ريكروتر سبند ان افريج 6 سكندز بيفور ذي ميك ذا انيشال فيت اور نوت فيت عشان يكمل ولا ما يكمل. ذا ستدي يوز ان اي تراكينج تكنيكس اون 30 بروفيشنال ريكروترز اوفر 10 ويكس بيريود. هذه الستدي اللي طلعت ال 6 او 7 ثواني هذه. الان بدنا نحكي عن ايش الريكروتر بتطلعوا على, ركزوا معي ويا ريت تكتبوا هاي الاشياء عشان انت تروح وروح وريفيزيت هذه الامور عشان تعدلها او تتاكد انك كاتبها 100% او بالطريقه الصح لتضمن ان شاء الله انه تو اتراكت الجماعه هذول. اول شيء اسمك بدنا نكتبه بالستاندرد اللي اتفقنا عليه, مهم جدا. الكرنت تايتل, ايش التايتل تاعك, ايش انت شغال الان, والكومباني اللي شغال فيها, هذا مهم جدا. انا شخصيا لما باجي بطلع اقرا الاسم دغري, بطلع على التايتل اللي انت للمقدم الوظيفه مقدم له والشركه اللي بيشتغل فيها. لا اشوف اول شيء هو زلمه ريليفنت ولا نوت ريليفنت للبوزيشن او للرول تاعتي اللي انا مقدم لها. الكرنت بوزيشن حكينا الكرنت تايتل and current title and company والcurrent position, هذه مهمة جدا. title, position, company والنيم, هذه أول إشي الريكروتر بتطلع عليهم. هذول أسهل إشي, هذول لأنه بيكونوا المفروض يكونوا بالتوب فبسرعة بتطلع عليهم. start and end date, ليش start and end date بهمه الريكروتر بصراحة, واللي جربوا الناس اللي مدراء وعم جربوا select CVs ويقابلوا بهمه يعرف انه الرجال هذا متى بلش باخر بوزيشن له ومتى انتهى. ليش؟ بده يشوف الاستابيليتي تاعته وبده يشوف قديش له قاعد بدون شغل.
فهذه مهمة كثير. البريفيوس بوزيشن ستارت اند اند ديت، هذه يعني هذول هم اللي بتطلع عليهم، يعني حكينا نيم التايتل البوزيشن الكومباني الستارت والاند ديت تاعت الكرنت وتاعت البريفيوس. كمان ليش؟ لانه الكرنت والبريفيوس هم اخر شيء انت اشتغلت فيهم، فبدي اشوف اذا في عندك فتره انقطاعات، بدي اشوف اسماء الشركات انت اللي انت اشتغلت فيها كبيره ريليفنت للفيلد اللي انت شغال فيه ولا كنت فيلد ونطلعت على فيلد ثاني. فهذه الامور مهمة. رجاء انه الجميع ياخذ هذه المعلومات ويرجع توريس كان او ريفيزت السي في تاعته ويأكد انه او يتاكد انه الامور فاين في الامور هذه، لانه مهمه جدا وهذه فعلا اللي بتطلعوا عليها حسب الريسيرش كلها اللي صارت. اوكي سوري، قولوا لي education. طبعا education عشان يعرف انه اتس ريليتد للشغل اللي انت مشتغله او لا. اشوف اكون صريح معكم، education بتصير مهمه انا بعتقد انه من خلال اول 5-7 سنوات يعني. هلا وانس انت يو جيت الاكسبيرينس وسوليد اكسبيرينس مدامك بالفيلد مش هيهم كثير، بس في شركات لا يعني اتس ماست انه يكون والله انت عم بتقدم لشيء ريليتد ل سيفل انجينير، اذا لازم تكون خريج هندسه مدنيه. في الاي تي بصراحه انا عم بصادف ناس كثير بيكونوا سيلز وسيلز معروفين وقويين وقد حالهم، بس الزلمه دارس فاينانس او دارس مش هندسه، يعني دارس شيء له علاقه اداره سي اي اس او ام اي اس وفاينانس واداره وامور ثانيه كثير، وناجحين شباب ناجحين وماشيين، وحتى مش سيلز حتى بروجكت مانجرز بعرف ناس مو دارسين لا هندسه ولا بالاي تي يعني حتى بفاينانس دارسين. طيب الان مهم كثير، بس اخر كمان خلينا نحكي نصيحه انه هاو تو افويد اندينج اب في الباسكت هذه، كيف انك تو افويد انه السي في تاعتك احنا وي راب اب تقريبا هلا السي في انها تنرمى. اول شيء زي ما حكينا تيلور يور سي في اند كفر لتر، مهم كثير انك تتيلور، لا تضلك ماخذ السي في نفسها طول عمرك ومو مراجع حول اي شيء. تراي كل ما تقدم لبوزيشن انك تو جو ثرو السي في والكفر لتر تاعتك تو كاستمايز ات بيس اون البوزيشن هذا اللي انت عم تقدم له او الرول هاي. Put your reader first, remember your value add. يعني دائما ابرز الاشياء اللي بتشد انتباه القارئ او الريكروتر. واحنا حكينا خلال الساعه او لنا كم تقريبا 50 دقيقه او اكثر شوي، حكينا بالضبط ايش الاشياء اللي لازم تبرزها واللي الناس بتطلع عليها. First impression زي ما بقولوا first impression last impression. الابيرنس مهمه جدا مهمة جدا جدا. إذا السي في تاعتك مش لوكس في بروفيشنال واي ما حد حيقرأ بصراحة، إذا أنت بس كاتبها زي ما بقولوا من قفا إيدك والسي في مش مرتبة وما فيها ألايمنت ومش حتى أحيانا كلرفول أو مش موزعة بطريقة احترافية أو إنه تسهل القراءة على الناظر أو على الريكروتر، ما أعتقد إنه حدا حيختارها. Tell them what you have achieved. This is the whole purpose of your CV and cover letter. بالنهاية الناس والريكروتر بدهم يشوفوا your achievements. احنا حكينا بالبداية انه CV is not a job description. Job description في الشيء اسهل من الواحد يطوله. هو CV هو المكان الصح اللي انت تبرز فيه skills تاعتك, knowledge و achievements. Achievements مهمة. ماخذ awards معينة حطها. انا بصراحة مع انه ينحط في بداية السي في خاصة بالتوب رايت، يعني احنا حطينا الاسم والادرس في زاوية، الزاوية الثانية حط اي اتشيفمنت لك اوورد مثلا او سيرتيفيكت، حط اللوجو تاعتها. هذه حلوة، هذه بس يطلع عليها بس يطلع ويشوف انه في سيرتيفيكتس، هذه مهمة ممكن الريكروتر يكمل في قراءة السي في وبيبين انك زلمة بروفيشنال وعندك سيرتيفيكت انف سيرت. افويد تو دو مهم كثير، ايش تو افويد حكيناها
سي في، ما تكتب سي في فوق ولا رزومي ولا كيركونغريتي ولا شيء. فوتوز حكينا، والبيرسونال انفورميشن اللي ما لها علاقه، والله انا زلمه بلعب كره قدم كويس، ولا زلمه بلعب بلياردو، او يعني ما في الانفورميشن البيرسونال اللي ما لها علاقه، زي ما قلنا متزوج مش متزوج، وهذا انلس انه فعلا مطلوب والله ناس متزوجه او في شغل في بلد ثاني وبهمهم يكون متزوج او اعزب. الفوتوز اذا ما طلب منك فيها ما تحطها. البيرسونال ايمز والاوبجكتيف، هذه بروفيشنال سي في، مش مكان لاي شيء بيرسونال. يعني ما تحط اشياء والله انا امنيتي في الحياه انه اجيب والله سياره وبيت وهذه الاماني اللي بشتغل عليها بالشغل، لا ما حدا بيهتم بالكلام هذا. انت تراي تو فوكس على البروفيشنال، على البروفيشنال ايمز وجولز. البوليتيكال افيليتيشن اكيد اكيد تبعد عن اي شيء سياسي او له علاقه بالسياسه او اي انتماء او تحزب سياسي في السي في تاعتك. ريفرنس ابون ريكوست، طيب ما احنا عارفين احنا لما اذا تعجبتنا وي ويل اسك يو فور ريفرنسز، فليش انت تكتبها؟ هذه من الاشياء اللي بصراحه بتنكتب ما لها داعي انا بشوف، لانه اكيد انا لما بدي ريفرنس منك حطلب منك ريفرنس. فواي يو بوت ذس جارجون اند باسوردز، زي ما حكينا ما تحاول كثير تنمق الكلام وكلمات معسوله وباسوردز وكلمات جميله. تراي تو بي يعني التارجت واضح تاعك والكلمات واضحه والاتشيفمنت واضح. افري داي هوبيز، زي ما حكينا الهوبيز هذه ابعدوا عنها، ما بلاش تذكروها، ما في لها داعي. يعني في انا بشوف شباب لغايه الان، انا شايف سي في اليوم في شخص بعث لي اياها لساته هو زلمه خبرته اكثر من 13 سنه او 15 سنه وكاتب من السكيلز تاعته ام اس اوفيس وويندوز. طب في حد ضل مهم بيعرفش ام اس اوفيس وويندوز؟ يعني بصراحه اللي ما بيعرف ام اس اوفيس وويندوز هذا يعني يعتبر امي. فما في داعي لهاي الكومن سكيلز، هاي معروفه خلاص. انت حاول تركز وتستغل السي في تاعتك في شيء بهمك. حط افويد طبعا انك تحط الاوفيشال ايميل، وهذا حكيناه في البدايه. بصراحه هذا اللي انا يعني الان هو السي في يوزنج اونت. انا بس حورجيكم الويب سايت، هذا هو الويب سايت اللي كنت اورجيكم اياه، وان شاء الله لو هذا onetonline.org، ان شاء الله في محاضرات ثانيه بنحكي فيه بالتفصيل. الله يعطيكم العافيه، واتمنى ان تكون المحاضره مفيده لكم جميعا واستفدتوا منها. ان شاء الله ما طولت شوي، طولت انا رائد جزء اكثر من ساعه صح، فعذرا سامحونا، واحنا جاهزين الان لاي الان نفتح باب الاسئله. طبعا بالنسبه للحضور اللي شابكين على البرنامج ممكن يسالوا عن طريق question and answer، واللي حاب انه يتكلم ممكن يرفع ايده يعطي ريز هاند واحنا حنفتح له المجال. في عندنا كم سؤال بس موجودين عندنا من في عندنا مهندس عثمان يسال، هل الافضل عند كتابه وظيفه معينه في السيره الذاتيه انه نشرح تحتها وصف للعمل، يحط الجوب ديسكريبشن او المهمات التي كنت تعملها؟ احنا حكينا بجوز المهندس عثمان اذا كان متابعنا في البدايه، احنا حكينا انت لما تكتب مهم جدا انك تكتب اسمها executive summary، مهم جدا تكتب عن حالك او عن ايش اللي انت اللي عم تشتغله وطبيعه شغلك والاتشيفمنت تاعتك والريليفنت تاعت شغلك والبوزيشن اللي عم بتدور له executive summary، بعد اللي هي البيرسونال انفورميشن يعني في بدايه السي في تاعتك. هذه مهمه جدا لانه في كثير ريكروترز ما بده يقرا كل السي في، بتطلع على executive summary تاعتك او البروفايل تاعك اللي حاطه انت في البدايه وبياخذ فكره كامله عنك وعن طبيعه شغلك. في عندنا المهندسه ريما تسال، متى نستخدم السي في ومتى الريزومي؟ هذه بصراحه حكيناها بالصفحه، ما بعرف اذا المهندسه كانت معنا، اللي هو بالصفحه اللي هون حكينا انه الفرق بين الريزومي والسي في في موضوع، في اكثر من موضوع، بس الاهم اللي هو في موضوع اللينكس وال بعض خلينا نحكي البزنس، يعني اللي بطلبه فعلا الريزومي. هلا في وبعض الاماكن كمان، احنا بالكنترست تاعتنا بصراحه بالمناطق تاعتنا ما حدا بيطلب ريزومي، بقول لك ابعث السي في تاعتك. في بعض البلدان لا بيسموها بقول لك ريزومي،
مهتم في التسمية هذه. إحنا هون عادة هو الفرق الرئيسي فيها باللينكت، وريزمي بتكون مختصرة بصراحة، والسي في فيها مور ديتيلز. بس هذا هو، بس هو معظم الأحيان يعني أنا خلال خبرتي في المجال الشغلي الحالي ما شفت حدا طلب ريزمي، الكل بيقول send your CV send your CV send your CV. يعني بالعادة الآن أو الافتراضي إنه يرسل السي في، يس السي في يعني unless إذا الشركة طلبت بالاسم ريزمي. ريزمي الآن بدك تشوف الريزمي، الفكرة تاعتها إنها بتكون مختصرة وبتخص بعض ال خلنا نحكي الاندستريز. طيب في سؤال من المهندس حسام عرباسي بيسأل عن إذا في حالة إنه تم ذكر التدريبات المهنية تاريخها هل يجب كتابتها؟ يعني نكتب في مثلا اذا باخذ البروفيشنال تريننج او كذا بيكتب التاريخ تبعها، ولا خلص انه انا اخذتها وانتهى؟ يعني التدريبات يعني ايه مثلا سيسكو مثلا اخذ سي سي ان اي قبل 20 سنه، ولا لازم تكون حديثه؟ لو تعرف بعض السيرتيفيكيتس لها اكسباير ديت مثلا، في صحيح بعض خلص مثلا بي ام بي اخذها وانتهى. شوف هو المهم انت اذا سيرتيفايد فيها هذه التدريبات خلاص، انت ما صرت سيرتيفايد الا لانك اخذت الدورات هاي، فانت اندر سيرتيفيكتس. انا مثلا حاطط في تاب لحاله سيرتيفيكتس، حاطط السيرتيفيكتس تاعتي سيرتيفايد في سي سي ام بي، سيرتيفايد في اي تي اي، سيرتيفايد في برنسفا كذا. بما اني ذكرتهم في السيرتيفيكت بصراحه ما ذكرتهم في التريننج، لانه خلاص باي ديفولت انا ما صرت سيرتيفايد في هذه الامور اذا كنت ماخذ التريننج. والريكروتر ما بهمه انت اصلا اذا سيرتيفايد خلاص ما بهمه التريننج. بس الان اذا انت ماخذ التريننج مش سيرتيفايد، لا اذكر طبعا اذكر. اتمنى ان وصلت الفكره مهندس حسام ويسعد مساك. إذا في بعض السمات الأساسية الموجودة أو التنسيقات الموجودة في الوورد مثلا زي الخط أو الإطار، إذا في أشياء مثلا ريكومندد؟ هلا أنا حكيت في الوورد أنت أصلا تقدر يعني أنت ما تتعب حالك زي ما بقول، أنت بتقدر بتفوت بالوورد وبتعمل نيو دوكيومنت وبتختار الدوكيومنت اللي بدك إياها سي في، وهو دغري بيطلع لك تمبلتس جاهزه عنده معرفه في الوورد، وبتكون اوريدي يعني التمبلتس موجوده ومعرف الخط ومعرف التايتلز شو السايز تاعها والسبتايتلز شو السايز تاعها والبوليت بوينتس كيف تنكتب. فانت ما يعني ما تجد حالك الموضوع هذا بما انه في تمبلتس جاهزه. يعني يس جو تو ذا وورد وحتشوف فيه تمبلتس، وانا شخصيا مستخدم السي في تاعتي من الوورد، ما جبته من اي مكان ثاني، من المايكروسوفت وورد. طيب في سؤال من المهندس جمال، وصراحه في اكثر من مهندس بيسال تقريبا نفس السؤال، يقول عن الشهادات والدورات اللي هي تعتبر ثانويه او اثرائيه زي دورات مثلا تنظيم الوقت الى اخره من الدورات، هذه توضع بالسي في ام لا، خاصه اذا كانت كثيره؟ بالضبط. هلا الان يعني انا اللي بدي اسال، مش بدي اساله يعني بدنا نسال مع بعض احنا، هل الريكروتر لما انت بتقدم لبوزيشن اي بوزيشن مثلا نقول نتورك ادمن دورك ادمنستريتور، بهمه الدورات اللي انت ماخذها في التكنيكال في ليتس سي في الاكتيف دايركتوري وبالاكستشينج وبالسيسكو وبالترابل شوتينج، ولا بهمه السوفت سكيلز هذه؟ اكيد بهمه التكنيكال. فانت تراي انك اهم شيء ابرز التكنيكال، الدورات اللي هي اللي لها علاقه بالبوزيشن، ومن ثم اذا شفت انه في مجال يس اذكر لك واحده اثنتين ثلاث تحت الاذر سكيلز مثلا. بحط يعني انا من رايي قسمها تكنيكال سكيلز واذر سكيلز، بحط لك مثلا اثنتين ثلاث، لانه بصراحه انا شخصيا لما بشوف انسان مهتم وبياخذ دورات بالتايم مانجمنت بالكونفليكت مانجمنت في موضوع السوفت سكيلز هذه، لا هذا ببين انه الزلمه مهتم انه يتعلم. يس حطها بس ما تركز عليها، خلي التركيز على التكنيكال سكيلز اكثر. يعني مثلا بعض الدرايفنج لايسنس لانجويجز الاشياء اللي زي هيك هل تحط برضه توضع؟ عفوا درايفنج لايسنس وايش عفوا؟ في اللانجوجز واحد مثلا بيعرف فرنسي انجليزي كذا هذه تحت تاب لانجوج، هذه يعني احنا اتفقنا وشفنا قبل شوي بالبرزنتيشن انه في تاب لازم تكون لانجوج.
شيء ثاني، انا القصد بصراحه، انا اللي بدي اياه للشباب اللي بدي احاول اوصله، انه السي في تاعتك هي زي ما اتفقنا الاي دي تاعتك، البروفيشنال اي دي تاعتك، بتراي انها تكون بروفيشنال وتكون توصل فيها الاتشيفمنت. الاتشيفمنت انا بركز على الاتشيفمنت كثير، توصل فيها الاتشيفمنت والسكيلز تاعتك اكثر من اي شيء ثاني. هو مش سرد كلامه بس، انت شايف انه والله في الوظيفه هذه طالبين درايفنج لايسنس في السعوديه فاليد؟ يس، اكتب تحت في تحت انه افيلابل، انه عندك درايفنج لايسنس فاليد في السعوديه او في الخليج. مش مطلوب وانت قاعد بالسعوديه اصلا والشركه بالسعوديه؟ دونت منشن ات، ما في داعي لها. عاده عدد الصفحات المثالي للسيره الذاتيه، احنا كنا بدنا نحكي في الموضوع هذا وبعرفش شكل نسيت. لا بصراحة العدد المثالي، يعني الآن أنا عم بشوف في تمبلتس كثير عم بتكون بيضبط لك السي في بطريقة بصراحة رهيبة، بصفحة واحدة بحط كل اللي حكيناه هذا، بحطه بصفحة واحدة. الآن وين اللي بصير الموضوع؟ بصير إنه لما بتحطه بصفحة واحدة بصير إنك تقرأه صعب، بصير الخط صغير، بصير يعني بدك تتشتت يمين وشمال. أنا برأيي إذا بتقدر يعني، كمان هذا بيعتمد على في شغله مهمه جدا، انه قديش انت سنوات الاكسبيرينس تاعتك. يعني شاب خريج جديد انا بعتقد لا، احط السي في تاعتك في صفحه واحده وذاتس انف، ما تكثر عن صفحه واحده، صفحه بالكثير. شباب عندهم اكسبيرينس من سنتين ثلاث لخمسه حتى لسبعه ما تزيد عن صفحتين، خلي عندك تو بيجز ماكسيمم، تو بيجز صدقني مور ذان انف. يعني حتى في ناس كثير بتقول لك يعني، وشركات يعني بتطلب انه السي في تاعتك ما تزيد عن صفحتين. الان الناس اللي عندها ما شاء الله خبرات كثيره، بنحكي عن زياده عن اكثر من 10 سنين واكثر من 15 سنه، وعندها اتشيفمنتس كثير وعندها نولج كثير وسكيلز كثير، انا برايي انه ممكن يزيد عن صفحتين، وممكن تكون بين صفحتين واربعه ماكسيمم. بصراحه اكثر من اربعه بصير الموضوع ممل، وما اعتقد انه حدا بيقدر يقرا اربعه. أنا نصيحة، ركزوا على أول صفحة، ثاني صفحة، وبعد هيك تراي أنك تكون معلومات ثانوية للناس اللي عندها experience كثير. بس again وإحنا حكيناها قبل شوي، first impression هي اللي بتحدد الموضوع. تراي إنه بس يمسك الريكروتر الصفحة تاعتك أو السي في تاعتك، إنه فعلا تكون تشده، والصفحة الأولى يكون فيها هي كم المعلومات والزخم اللي مفيد اللي بدك توصله بطريقة مثالية. مرحبا مهندس علاء، يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلين 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 باشمهندس علاء. الله يعطيك العافيه. في البدايه نشكرك على هذه المحاضره الجميله والشيقه والمفيده. الله يبارك فيك. الله يبارك. طبعا مبثينها على الفيسبوك، في بعض الاسئله من الاخوان. تفضل. بهاء ابو ديه بيسال، هل ينصح تقديم السي في في الاعتيادية في حال تغيير المجال الوظيفي تماما، أم أنه ينصح بتعديل السي في؟ في حال معلش السؤال مرة أخرى، أن الجزء الأول ما فهمته. يعني هو السؤال جزء قد يكون يعني شرح في الموضوع، ولكن هو فيه له سؤال ثاني. بحكي لك كثير من مواقع التوظيف والشركات تطرح لك موضوع أن تدفع مبلغ من المال ويعمل لك سيرة ذاتية زي باي.com وبعض المواقع التوظيف. فشو رايك بالموضوع هذا، تنصح فيه ولا لا؟ شوف انا بصراحه يعني اكون صريح في الموضوع هذا، انا كثير شركات تواصلت معي بيقولوا لي والله عملنا ديسكاونت وبدنا نعمل لك ريفيو للسي في و و و ونعمل لك طريقه بروفيشنال. الان الانترنت فيه يعني الاخضر وال او شو بسموها يعني الحلو والمر والاخضر والمش اخضر، يعني اللي بدك اياه موجود. انا برايي انت اذا مش مضطر ومش قادر تلاقي حد يساعدك في الموضوع هذا، لا انت جو ثرو الانترنت واكتب ودور على تمبلتس حلوه، واسال الشباب مين عنده تمبلتس واستخدمها
وتراي انك تشوف الدورات هذه ترى مفيدة جدا لك. هذا يعني صدقني اللي بيعمله اللي بيطلب منك $100 و$200 ما بيعمل اكثر من هيك، عرفت علي كيف؟ الاشي الوحيد اللي ممكن يزيده اللي هو موضوع طريقة صياغة الكلام في الانجليزي. عشان هيك انا قلت لكم اللي حاس حالها مش قوي كثير وحاس انه الكلمات او المصطلحات مش مضبوطة، في مواقع وفي ابلكيشنز بتعمل لك اوديتنج وبتساعدك على ريفريزنج وكتابه الكلمات والتدقيق اللغوي، منها اللي هي جرامرلي. الان اذا الزلمه والله ربنا معطيه وما عندوش مشكله والمصاري هذه زياده عنده، ما في مشكله، جرب خليهم يعملوا لك بروفيشنال سي في. بس انا هون الان لاني بخاطب مهندسين، اكون صريح يعني معظم مهندسين، انا باعتقادي المهندسين قادرين انهم يعملوا سي في احسن من الجماعه هذول. في سؤال من مهندس موسى رسمي بحكي لك انه كيف ممكن نوسع ونسوق مهارتنا بشكل افضل في اللينكد ان. ممتاز، هذه بصراحه موضوعها دوره كامله. ان شاء الله انا والمهندس ابو سالم والمهندس رائد وحضرتك باشمهندس عبد الحفيظ، انت عارف انه مرتب لدوره زي هيك، فالمهندس موسى يطول باله علينا شويه، وان شاء الله في دوره خاصه فقط في كيف انت تطور مهاراتك وكيف فعلا لينكد ان تاعك تحطه بطريقه مثاليه. لانه انا بعد مش ما بديش اتكلم بالموضوع لانه الكلام في الموضوع طويل جدا وما بدي اخذ وقت كثير من الشباب، وخلينا نوعده مهندس رائد، شو رايك نوعده في دوره قريب ان شاء الله بخصوص كيف انت تستخدم لينكد ان بطريقه مثاليه بحيث انه تعمل بروفايل جيد وجميل واتراكتيف في نفس الوقت. طبعا باذن الله ان شاء الله. في سؤال أخير من المهندس فاهمي قادر على قصة العمر، يعني هل ينصح أنه يوضع العمر أم لا؟ في حين أنه عمره هو سيء مثلاً بضربك مثلاً بقول هو عمره 63، لو بدي حطه بالسي في عمره، عندنا بدول عربية بتعرف التقاعد خلص من 60 بقول لك ممنوع من تشتغل يعني، فشو رأيك في الموضوع هذا؟ يوضع أول شيء تحية للبشمهندس فهمي، يعني هو بشمهندس فهمي من القامات اللي تعلمنا منها كثير الله يعطيه العافية. وصدقني يا أبو بشمهندس فهمي، العمر هو مجرد رقم فقط لا غير، لا تفكر، الإنجاز مستمر بغض النظر عن العمر وبغض النظر عن الكلام هذا. أنا لا أفضل طبعا أبدا أنك تحط العمر في السي في. قلت لك وفي بعض الدول الأوروبية يعني هذا يعتبر يعني خرق، يعني this is illegal إنك تحط العمر تاعك. في بلادنا بصراحة أنا شفت كثير إعلانات إنه بقول لك يفضل أو لازم يكون المتقدم من سن كذا إلى سن كذا. الآن في هذه الحالة لا حول ولا، يعني ما بتقدر تتناقش لأنه الجماعة تفكيرهم بالطريقة هذه، وموضوع discrimination هذا جزء لسه مش واصلهم، ولا إنه بهمهم الإنجاز أكثر من العمر. يعني ما أعتقد أنه العمر صح بيأثر، بس مش هو خلنا نحكي الفاكتور والإليمنت الرئيسي في هيك موضوع. أنا نصيحة باش مهندس لا ما تحط العمر unless أنه سألت أنت عنه. طيب، في مشاركات يبدو لايف، معنا المهندسة ريما نعطيتنا raise hand إذا بدأت تفضل. تفضل أكيد مهندس ريما. لا ما تضغط عندك المايك. في المهندس محمد ذيب. الو، السلام عليكم، سامعيني؟ وعليكم السلام. اهلا بشمهندس، تفضل. الله يعطيك العافية. اولا مهندس بزور الله يعطيك العافية، وصدقا مفيد، وانا حضرت الدورة اللي كانت قبل شهر تقريبا عن البرسوناليتي، وصدقا انها متممة إلها يعني، فيعطيك يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يعافيك، شرف لنا بشمهندس. وعشان الوقت انا سؤالي بسيط، هو باختصار يعني الواحد يحط كل الشركات، لانه مرات بكون غير شركة باقل من شهر شهرين او ما غير شركات في حياته، هل هذه نقطة strength point إنه ظل في شركة واحدة أو لا؟ يعني ويعطيك العافية إذا السؤال واضح، يعني حط كل الشركات حتى لو خبرته فيها قليلة. لا شوف، هو شوف أكون صريح معك، يعني هو اللي يفضل، يعني الريكروتر لما بتطلع السي في بتطلع
بده يشوف الستابيليتي تاعتك، بده يشوف انت كيف عم تقعد بالشركه ولا لا. طبعا اكيد اكيد انه لما اشوف انا المهندس او هو ايفر مقدم الوظيفه عنده ستابيليتي عاليه انا بفضله، ما بفضل اللي كل ست شهور كل سنه مغير يعني شركه. فالستابيليتي مهمه جدا انك تبينها بالسي في تاعتك. الان انت اثرت نقطه جدا مهمه اللي هو موضوع، طب انا يعني بشوف شباب كثير انه والله بيشتغل مع شركات ما بتوفق فيها، بقعد شهرين ثلاث وبغادر الشركه، هل اضيفها ولا ما اضيفها؟ شخصيا بقول لك انا يعني نصيحتي لا ما اضيفها، لانه ببساطه ببين انه في مشكله، يعني سواء المشكله منك او من الشركه في مشكله، وهون بتحط علامات سؤال. طيب سؤال، طب اذا سالك طب وين الجاب هذا الشهرين ثلاث، شو بدك تجاوب؟ انا بحكي لك شو تجاوب ببساطه، ممكن تجاوب انه والله انا يعني بعد ما خلص مع الشركه انا قررت اني اخذ فتره راحه اطور فيها حالي، واخذت بعض الدورات وعم باخذ بعض الدورات اللي اطور فيها نفسي، لانه انا شايف حالي في المجال هذا ممكن ابدع اكثر، فبدي اقوي حالي واقوي النولج تاعتي في المجال هذا، وعشان هيك انا قعدت يعني الفتره هذه انقطعت عن العمل. يعني هذا المفروض يكون كلام مقنع للجماعه هذا. الله يعطيك العافيه باشمهندس. الله يعافيك. يعني المهندس عبد الرحمن. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عبد المهندس بزهور، وانا يعني بعتبر حالي محظوظ حضرت معك الخميس وهي اليوم بحضر معك، الله يعطيك العافيه. حياك الله يا سيدي، حياك الله، شرف لي والله، الله يبارك فيك. بس السؤال على السريع بس في البدايه المرتين، لو بتعطينا بس الترتيب الصحيح او الاوبتيمم مثلا للترتيب للسي في نفسها. ثاني شيء بالنسبه مثلا للاكسبيرينسز، هلا انت بتحكي لنا بس اذكر يور اتشيفمنتس. في بعض الشركات مثلا، انا في مجالي كمبيعات، يهم الشركات شو البراند اللي اشتغلت فيه او شو السيستمز، لانه مثلا لوكرن سيستم فرضا في 6 او 7 او 8 سيستمز، فلازم تذكر مثلا كل سيستم او والبراند اللي اشتغل فيه عشان يعرف الريليفنسي الاكسبيرينس تاعتك مع الاوبننج الموجوده. ممكن تتعدى مثلا 5 حتى 9 نقاط تحت نفس البند اللي هي مثلا البراندز او السيستمز اللي اشتغلت فيها. فهل هاي بتعيق او بتاثر، او هل هي نقطه ايجابيه او سلبيه، على اساس بس يعرف شموليه الاكسبيرينس تبعتك والريليفنت وقوتها يعني. بس بالعكس باشمهندس عبد الرحمن، يعني انت مهم جدا، انت الان عم تحكي عن 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 اكسبيرينس. تمام بالضبط، ما بنحكي عن جوب ديسكريبشن، وهنا المهم بالموضوع. انت لما تحكي عن اكسبيرينس هذا مهم تحكي فيه وتكتبه بالسي في. انت لما تقول انه والله انا عم بعرف اشتغل على السيستمز الفلانيه وعندي خبره فيها وفي تطبيقها في الامبلمنتيشن تاعها او في الديزاين، ساعتها الامور يعني بتعطيك ادفانتج حتى لو كانت طويله مثلا. يعني انا بشوف انا ادفالي او بوينت، يعني عفوا حتى لو كانت مثلا طويله ما بشوفها مثلا اد فاليو او بوينت. يعني لا انت point شوف ما شوف احنا ليش احنا بنحكي وركزنا عليها جزء طلعت ثلاث مرات في السلايدز، اللي هو تايلر يور سي في او اللي هو كستمايز يور سي في. ليش؟ لانه بيزد على الوظيفه اللي انت عم بتقدم لها حط الخبرات. يعني انت ما تضيفها مره واحده وخلص عرفت علي كيف وتنساها، لا انت والله شايف وظيفه طالبين فيها تكون على درايه بسيستمز معينه او بفيلدز معينه، تراي تو فوكس على السيستمز هاي وانك تشيل الاشياء اللي نوت ريليفنت. اجين احنا بدنا شيء زي ما بيقولوا زبده الكلام، الشيء اللي فعلا بيعطيك الاولويه وبيعطيك خلينا نحكي انك تكون في التوريت تاعت الجماعه هذول من خلال الابراز اللي هو خبراتك والاتشيفمنتس تاعتك خاصه على السيستمز اللي عندك. في عندنا المهندس حذيفه. مهندس حذيفه. مهندس علاء، كيف حالك؟ الله يعافيك. حضرنا معك الخميس ما شاء الله، يعني كانت محاضره كثير حلوه، واليوم ان شاء الله احلى واحلى، وكانه كملت كلها بعضها. حضرنا معك سيتنج جولز اند تيم وورك. الله يبارك فيك، والله هذا شرف لي، يعني انا مبسوط جدا والله انه معك المهندس حذيفه داود. بدي اسال مهندس، عندي اول شيء سؤالين. هلا اللينكد ان والبيت والمواقع هاي العالميه للتوظيف، نقدر نحط فيها كل الشهادات اللي اخذناها، ان كانت سيرتيفايد ولا غير سيرتيفايد ولا حضور كانت،
لانه انت بتعرف باللينكدين كل اغلب الشركات هي اللي بتحضر وبتتابع السي فيات، فانت ما بتعرف اي شركه فيهم تهتم باي موضوع، فانت شو رايك بالموضوع هذا؟ الان احسنت، يعني سؤالك كثير ممتاز. الان اللينكدين بفرق عن السي في، وعشان هيك انا حكيت لكم في بدايه المحاضره انه انت في التوب فوق يم تحت اسمك ورقم تليفونك وايميلك حط اللينكدين تاعك اللي هو اليو ار ال تاع اللينكدين تاعك. ليش؟ لانه باللينكدين انت عندك مساحه اكبر لا تكتب فيها وتضيف وتحط حتى مقالات وتحط بوست وتضيف قد ما بدك بالاكسبيرينس تاعتك، لانه مساحه مش محاسب عليها. يعني زي ما بتحكي انت ريكروتر لما يفوت ويطلع على اللينكدين تاعك بيعرف هو وين يروح وبيعرف شو يشوف، وهذه مساحه انت حر فيها وانت بتقدر تتصرف فيها، طبعا ضمن شروط ممكن نحكي فيها في دوره اللينكدين. بس السي في معلم، المشكله انها محصوره زي ما حكيت لكم، هو الرجال الريكروتر حسب الريسيرشز مش حيقضي اكثر من 6 الى 7 ثواني ماكسيمم عشان ياخذ الديسيجن انه يكمل يقرا في السي في او ما يكمل. فلذلك احنا بدنا نركز ان نحط المعلومه المفيده والمهمه ونبرزها في السي في تو افويد اللي هو زي ما حكينا انه تصفي السي في بالباسكت للاسف. طيب مهندس، هلا في بعض السي فيات مثلا، او بحكي انا بالنسبه لي، انا مثلا لما احط البوزيشن تبعي الحالي، هل ممكن مثلا اضع اكثر من سطرين مثلا او ثلاث سطور مثلا شرح للبوزيشن، ولا هي اصلا بتكون معلوم اصلا اذا كان معلوم خلال الشركات مثلا؟ انت الان بتحكي عن في الخبرات العمليه، يعني خبرتك مثلا الان ليتس سي مدير مشاريع في شركه البواني مثلا من 2016 لغايه الان. لا طبعا انت هلا شوف، في مدرسه بتقول لك انه انت مش فقط تحكي عن اسمك، يعني مش فقط بس تحكي عن سوري عن البوزيشن تاعك، انك تسمى مسؤول عن كذا وتشتغل كذا والاكتيفيتيز تاعتك، ولاحظ انه حكيناها احنا بالسكيلز تاعتك او بايش انت عم تشتغل، لما قلنا حاول استخدم مانجد ديليفرد ديفلوبد، يعني هذه بدك تكتبها طبعا. بالله في مدرسه بتحكي لك كمان اكتب سطر او سطرين عن الشركه نفسها، يعني مثلا ليتس سي نحكي مثلا شركه البواني، بتكتب والله شركه البواني تعتبر من الشركات الرائده في مجال الكونستراكشن في السعوديه، ومثلا ولديها مشاريع كبيره حاليا مثل كذا وكذا. يعني في ناس بقول لك مش بس اكتب عن حالك والبوزيشن، كمان اكتب عن الشركه اللي انت فيها سطر او سطرين. تفضل. في سؤال من مهندس جمال يقول، هل المسمى الوظيفي الحالي مثل مدير عمليات ممتاز قلل من الفرص الوظيفية أو يزيدها في ظل عدد سنوات خبرة مثلا حدود 5 سنوات؟ يعني بدي يقدم على وظيفة معينة وحط الوظيفة الحالية، هو اوريدي مدير اوكي، فمش اكيد يعني اللي بده يقدم حيقدم على وظيفه المفروض تساوي او اكبر. ممتاز. بتكون الوظيفه اللي مقدم عليها او الموجوده يعني اقل كمسمى، تكون اقل. فشو رايك انت انه يحط يعني هو عاجبيته الوظيفه حتى بمسمى اقل؟ لكن ما في مشكله. هلا الان هو اذا الان مدير عمليات وبده يطلع مثلا كأوفيسر مثلا في العمليات او جميل. او كمهندس عادي. شوف، هو احيانا في مصطلح بيحكوه في الريكروترز كثير، وهذا اللي خايف انه يصير مع المهندس، اللي بسموه بيقولوا لك انت والله اوفر كواليفايد، يعني اكثر من الشيء اللي طالبينه. عرفت علي كيف؟ يعني ممكن يواجه المشكله هذه، لانه انت لما تكون مدير عمليات وشغال كمدير لك فتره تقدم لمهندس عادي ممكن تواجهك المشكله هاي. بس يعني انا ما بشوف فيها شيء انك تقدم لك مهندس عادي، بس الافضل انه تحاول تلاقي شيء ريليفنت لك. الان اذا اضطريت انك تقدم مهندس عادي، حاول انك تبرز في اخر عمل لك انك كنت شغال شيء ريليفنت للرول اللي انت مقدمها. وهذه وين بتقدر تبرزها؟ دير بالك في شغلتين، بتقدر تبرزها بالكفر لتر، وبتقدر تبرزها في الاكزيكتيف سمري اللي حكيناه.
في سؤال كان من مهندس حمدان يقول على الاونلاين كورسز هل اضيفها على السيره الذاتيه؟ ما في مشكله اذا اونلاين كورس بس يعني لها فاليو فعلا ومفيده و ريليفنت للجوب اللي انت عم بتقدم له طبعا ضيفها ما في مشكله بس اجين ما نكثر من الدورات ومن الاشياء بحيث انه السي في يصير مزدحم كثير بالدورات ونعمل دائما تيلرنج لها بحيث انه يكون الدورات اللي انت عم بتقدمها تكون او اللي بتحطها ريليفنت للجوب اللي انت عم بتقدمه. طيب في سؤال برضو من مهندس عثمان وهذا راح يكون اخر سؤال نختتم فيه، بيسال عن السيره الذاتيه على مواقع التوظيف، بيقول انه بيتم البحث عنها عن طريق الكلمات الدلاليه، كان صحيح. يبدو حاضر في مقابله لمدير بيت دوت كوم على التلفزيون الاردني امس شكله، فبقول الكلمات الدلاليه لها مهمه طبعا مهم. الان احنا الان بس عشان نفرق احنا بنحكي الان عن السي في، والسي في هي شيء مش ريسيرشبل مثلا، خلينا نحكي اونلاين. الكلمات او المواقع اللي بحكي عنها زي لينكد ان والمهندس عثمان وبايت، الريكروتر عندهم الابيليتي انهم يبحثوا عن كلمات دلاليه مثلا، يدوروا يكتبوا مثلا فور اكزامبل، خليني اعطيك مثال انه بدور على بي ام او مانجر، فهو ايش حيكتب؟ بي ام او انتر، طلع له كل الناس اللي عندهم بالسي في تاعتهم او بالبروفايل تاعهم مكتوب بي ام او. هذه باشمهندس عثمان ان شاء الله حكينا باللينكد ان بنحكي عنها. يس كلامك صحيح 100%، الكلمات الدلاليه مهمه كثير انك تكون موجوده بالسي في تاعتك او بالبروفايل تاعك اونلاين، لانه الريكروتر هيك بيوصلوا لك عاده، او مش عاده معظم الاحيان بيوصلوا بالطريقه هذه. تمام، الله يعطيك العافيه مهندس علاء. اول شيء بنحب نشكرك على المحاضره القيمه. الله يبارك. وردنا كثير من الأسئلة يقولون إنه من المادة العلمية والروابط اللي كنت تعرضها أثناء الشرح. بالنسبة للروابط إذا كان ممكن توفر لنا إياها بعثها للجميع. أكيد أكيد. أنا إن شاء الله إذا أحببت، ما بعرف شو الآلية اللي بدك تتبعها مهندس رائد، يعني إذا عندك أرقامهم نعمل تعملهم جروب واتساب صغير ونبعث لهم كل شيء فيها، او انه اذا عندك ايميلاتهم ببعث لك اياها على الايميل وانت تبعث لهم اياها. شوف الاليه المناسبه لك وانا ان شاء الله حزودك بكل شيء، حزودك ان شاء الله بكره بالماده وبالبروابط. الجميع اللي سجل عندنا على الموقع الالكتروني للجنه الارتباط الشرقيه ايميلاتهم موجوده وجوالاتهم موجوده، اذا احتجنا الموضوع انه نعمل جروب واتساب بحيث يصير فيه تناقش وكذا ممكن، ما في شيء مشكله ان شاء الله. بالضبط، يعني اذا كان في حدا عنده اسئله ممكن كمان نجاوب عليها. بجميع الاحوال انا جاهز باي وقت، وان شاء الله. الله يعطيك العافيه مهندس رائد، مهندس عبد الحبيب، مهندس سنان، يعني جهودكم جدا مشكوره، يعني لولا جهودكم ما هذه الامور ما تم عرضها ولا يعني حققنا ان شاء الله اللي بنسعى له. مهم جدا ان شاء الله انه نكمل فيها، والله يبارك فيك، جهودك مشكوره، الله يجزيك خير ابو سالم. الله يعطيك العافيه. الان بالنسبه ان شاء الله راح يكون قريبا نحاول ننسق لموضوع اللينكد ان عند موضوع المقابله الشخصيه ان شاء الله، هي راح تكون بالاول، يعني برضه سالوا متى ممكن، قلنا ان شاء الله قريبا. وبرضه حنعرض فيها اللي هي الونت. طيب الله يعطيك العافيه مهندس علاء، وشكرا جزيلا لك. شكرا. باسمي وباسم اللجنه العلميه التابعه للجنه ارتباط المهندسين الاردنيين في المنطقه الشرقيه، أقدم إليك بجزيل الشكر والامتنان، والله يعطيك العافية، ونراك إن شاء الله نلتقي إن شاء الله قريبا بدورة أخرى إن شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم.